اتكلمنا ان انا عندي كذا حاجه هنشرحها في الكورس ده. اول حاجه منهم اللي هي البومبس، بعد كده هنشرح الفولفز بانواعها. عندي كذا نوع من الفولف، سواء دايركشن كنترول فولف، سواء فلو كنترول فولف، سواء بريشر كنترول فولف. هناخد كل نوع بالتفصيل، وبعد كده هناخد الاكتويترز اللي هي منها اللينير سلندر و الروتري او الروتري اكتويتر واللينير اكتويترز اللي عندي. اوكي طيب نيجي، وبعد كده هناخد السيركت. نيجي لاول نوع من البامب بتاعتنا اللي هي هنتكلم عليها، اللي هي او الهيدروليك بامبس. ده اول توبيك هنبتدي نتكلم عليه، وعندنا كذا نوع من البامب اللي هو ايه. طيب فعندنا اول نوع كده اللي هو ايه، او الانواع بتاعه البامبس اللي هي ايه. عندي نون بوزيتيف ديسبيسمنت بامب، وعندي بوزيتيف ديسبيسمنت بامب. طيب احنا النون بوزيتيف ديسبيسمنت بامب دي اللي هي مش انترست فيها، ودي اللي هي شغل فلويد ميكانكس والتربو ماشينري. عندنا بعد كده اللي هي البوزيتيف ديسبيسمنت بامب. البوزيتيف ديسبيسمنت بامب ده زي ايه؟ عندي كذا نوع من البوزيتيف ديسبيسمنت بامب. عندي الجير بامب، عندي البيستون بامب، عندي الفين بامب. طيب لو انا هتكلم بقى على كل نوع بالتفصيل بعد كده في البوزيتيف ديسبيسمنت بامبس ده. فاول نوع مثلا اللي هو الجير بامب ده هنبتدي ناخده بالتفصيل وهنفهمه النهارده. بعد كده هخش في الفين بامب، وده هفهم منه اول نوعين اللي هو سمبل فين بامب، وبعد كده هنخلي البالانس فين بامب المره الجايه. وفي عندي البيستون ديسبيسمنت بامب او البيستون بامب، في منها اكسيال بيستون وفي منها ريديال بيستون، وده كله هناخده المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب نبدا كده. اول حاجه ليه بسميها بوزيتيف ديسبيسمنت بامب؟ باي ديفينيشن كده البوزيتيف ديسبيسمنت بامب ده ديسبليس ا نون كوانتيتي اوف ليكويد ويز ايتش ريفولوشن اوف ذا بامبنج اليمنت. دكتور ممكن تعمل لنا ميوت قول للكل خلاص. طيب نبدا كده اللي هي البوزيتيف ديسبيسمنت بامب. احنا قلنا باي ديفينيشن البوزيتيف ديسبيسمنت بامب ديسبليس ا نون كوانتيتي اوف ليكويد ويز ايتش ريفولوشن اوف ذا بامبنج اليمنت. في عندي بقى كذا نوع اللي هو الجير، عندي الروتر، عندي السكرو فين، عندي كل دي انواع من البوزيتيف ديسبيسمنت. يعني ايه؟ يعني هي بتطلع كوانتيتي من الفلويد او من الفلو لكل دوران او لفه كامله، وهنعرف دلوقتي يعني ايه لفه كامله. طيب البوزيتيف ديسبيسمنت بامب ديسبيس ليكويد باي كرييتنج سبيس بتوين ذا بامبنج اليمنت اند ترابد ليكويد ان ذا سبيس، وهنشوف الكلام ده. بوزيتيف ديسبيسمنت بامب كان هاندل ويز بريشر اب تو 700 بار. يعني انا ممكن اوصل بالبوزيتيف ديسبيسمنت بامب لبريشر لغايه 700 بار. طيب تعالى نفهم كده. انا عندي كذا نوع من البوزيتيف ديسبيسمنت بامب، الجير بامب، بيستون بامب، فين بامب. هنبدا اول حاجه بالنوع البسيط اللي هو بنتكلم على الجير بامب. قالك الجير بامب حاجه بالمنظر ده كده. It is used for sample system with relatively low level of pressure. بيستخدم للسامبل سيستم، ودي اكتر البامبس شيوعا، وبيستخدم حوالي من 140 بار الى 180 بار. اوكي طيب the gear pump is a very simple, reliable, relatively cheap and less dirty sensitive hydraulic pump. طب بتشتغل ازاي البوزيتيف ديسبيسمنت بامب؟ هنشوف فيديو، بس قبل ما نشوف الفيديو تعالوا اشرح لكم كده بتشتغل ازاي. اول حاجه خلينا متفقين ان اللون الاحمر ده معناه الهاي بريشر. الهاي بريشر بيجي نتيجه ايه؟ بيجي نتيجه الريزيستنس اللي موجوده قدامي. طيب واللون الازرق ده معناه لو بريشر. طيب البامب دي هل هي بتولد بريشر؟ لا ما بتولدش بريشر. لما اجي اقول لو ليفل اوف بريشر اباوت 140 تو 180 بار، معناه انها بتستحمل البريشر لغايه 140 او 180، بس مش معناه انها بتولد بريشر. طب البريشر ده بيجي نتيجه ايه؟ نتيجه الريزيستنس اللي موجوده قدامي. يعني انا لو ما فيش قدام البامب اي ريزيستنس فساعتها ما فيش بريشر بيتولد، لو في اي ريزيستنس قدامي فبيتولد نتيجه الريزيستنس اللي قدامي عندي. طيب خلينا كده نبدا. اول حاجه الفلو بيبتدي يخش لي من ناحيه التانك، بيبقى فيه تانك من تحت كده، الفلو بيبتدي يخش من هنا وبلف في الجير دي عن طريق الكتريكال موتور او حاجه. فانا هنا بيبقى فيه دريفن جير ودرايف جير
عندي، فببتدي الف في الجير دي، فالجير دي ماشينج معاها فبتلف، فبالتالي الفلو بتسحب لي الفلو، بيعمل لي فاكيوم هنا، فبيسحب لي الفلو من التانك، بيبتدي يلفف لي في المسافة اللي ما بين الجير وما بين الكيسنج عندي، ويبتدي يطلعها ناحية السيستم من هنا. طيب اللي مش فاهم تعال نبتدي كده نشوف الفيديو ده ازاي الجير بومب بيبتدي يشتغل عندي. يبقى انا عندي 1 جير دريفن باي اي موتور، فعندي الشافت ده بيبتدي احط عليه الكتريك الموتور يلفف لي الجير ده، وماشينج من الناحيه الثانيه الجير الثاني. بيعمل لي فاكيوم في الانلت بورت لما بتبتدي تلف بالمنظر ده، فبيعمل لي فاكيوم في الانلت بورت، فيبتدي يسحب لي الفلويد من التانك. التانك عندي او تانك اللي هو بيبقى فيه الاويل بيبقى موجود مثلا ناحيه الشمال. No fluid passes between the gears. ما فيش أي fluid بيعدي من النص، لا ده بيعدي ما بين الجير في المسافة اللي ما بين الجير وما بين الكيسنج بتاعة البامب. تمام، يبقى انا كده الجير بامب ده الشرح بقى. As the gear rotates and the teeth at the suction side come clear of the meshing point, a vacuum is created. اول ما الجيرز دي بتلف بيحصل لي فاكيوم في الانلت بورت and oil flow into the space between the teeth. الفلو بيبتدي يخش في السبيس ما بين التيس عندي. The oil in the chamber is transported to the pressure side. بيبتدي يخش ما بين التيس والكيسنج ده، بيبتدي يروح للبريشر سايد او الاوتلت بورت of the pump. There the teeth mesh and the oil is first forced out the space between the teeth into the upper port of the pump. The meshing of the teeth prevents the oil flowing back from the pressure to the suction side. بيبقى عندي في المشنج، عشان كده بقول لك الحته اللي في النص ما بيعديش فيها fluid. The pressure at the pressure side. الحته دي مهمه جدا وهركز عليها قوي. The pressure at the pressure side is determined by the resistance in the system. The most important resistance is the load on the hydraulic cylinder or hydraulic motor. خلينا متفقين ان انا اي سيمبل للبمب بيبقى حاجه بالمنظر ده. ده كده السيمبل اللي احنا كنا خدناها في المحاضره اللي فاتت، هنرسمها لاي نوع من البمب. ده كده الاوتلت بورت، وده كده الانلت بورت، وده كده التانك. فانا لو انا عنديش اي ريزيستنس او انا بحطش اي ريزيستنس هنا مثلا زي سلندر او الكلام ده على الاوتلت بورت، فالبريشر هنا ايكوال لزيرو. طب امتى يتولد البريشر هنا يبقى فيه بريشر؟ والله لو البريشر هنا يبقى فيه بريشر نتيجه ان انا بوصل ده بالسلندر، ففي ريزيستنس، السلندر عامله لي ريزيستنس عليا على الفلويد، فبالتالي بيتولد هنا بريشر، بس البامب لوحدها ما بتطلعليش بريشر. بمعنى قال لك والله لو انت جيت كده ما وصلتش سلندر وجيت وصلت الاوتلت بورت بالانلت بورت، يبقى ساعتها البريشر هنا ايكوال زيرو جيج، يعني البامب ما بتطلعليش بريشر. لو جيت وصلت الاوتلت بالانلت يعني رجعت الفلو اللي بيطلع، انا باخد الفلو من التانك على البامب والبامب ده الاوتلت بتاعه رحت مرجعه على التانك تاني، يبقى البريشر بتاعي بزيرو.
امتى يبقى فيه بريشر؟ لما يكون فيه سلندر عندي او فيه ريزيستنس. يبقى the pressure at the pressure side is determined by the resistance in the system. The most important resistance is the load on the hydraulic cylinder or hydraulic motor. هو ده اللي بيبتدي عندي يعمل لي الكلام ده. طيب in order to prevent cavitation, عشان ما خليش يحصل لي cavitation. cavitation دي اللي هي البابلز او اللي بتبتدي تحصل. The pressure at the suction side of the pump shouldn't exceed 0.1 0.2 bar below atmospheric pressure. طيب الجير بامب بقى has been described above اللي احنا شرحناها من شوية دي. قال لك is an external gear pump. يعني external يعني الماشينج بتاعها موجود externally. That is both machine gears have teeth on their outer circumference. Both machine عن طريق the outer circumference. These pumps are sometimes referred to as a gear on gear pump. ساعات بتتسمى بجير اون جير بامب. طب نوع الجير ده ايه؟ ممكن يكون الاكسترنال جير بامب، ممكن تكون سبير جير، ممكن تكون هيرنج بون، ممكن تكون انواع مختلفه من الجيرز بتاعتي. طيب جير بامب، وركزوا بقى في الحته دي قوي. الجير بامب are generally an unbalanced design. يعني ايه unbalanced design؟ يعني انا دلوقتي بقول لك ان انا الانلت بتاعي بيجي من التانك، فالبريشر بتاعه انا مثلا ادي الانلت بتاعه، فده البريشر بتاعه ايكوال لزيرو. طيب انا لو وصلت الاوتلت بتاعي من ناحيه السلندر مثلا، يعني وصلت الاوتلت بتاعي على سلندر بالمنظر ده، فبيتولد هنا بريشر زي مثلا فور اكزامبل 50 بار. فبالتالي البريشر في الاريا دي هيعمل لي فورس. طيب الفورس دي هتعمل لي ايه؟ هتأثر لي على الشافت ده، فعشان كده بنقول unbalanced، يعني في فورس في اتجاه بتأثر من على الاتجاه التاني due to ان البريشر هنا مثلا عالي والبريشر واطي. في ديزاينز من البامبس هناخدها كمان شوية زي الفين بامب ما بتبقاش او بتبقى balanced، بيبقى عندي فورس من ناحيتين فبيبتدوا يلاشوا بعض او يكنسلوا each other. طيب ده كده اللي هي الاكسترنال جير بامب بانواعها. طيب لو انا عاوز احسب بقى، احنا قلنا في الجير بامب دي او في البوزيتيف ديسبيسمنت بامب زي ما انا قلت هنا، باي ديفينيشن البوزيتيف ديسبيسمنت بامب ديسبليس، بيطلع نون كوانتيتي اوف ليكويد ويز ايتش ريفولوشن، بتطلع لي نون كوانتيتي اوف ليكويد لكل لفه كامله. طب لو انا حابب بقى اعرف الفولومتريك ديسبيسمنت او الفوليوم اللي بيطلع في اللفه للجير بامب دي، احسبها ازاي؟ قالك the following analysis evaluate the theoretical flow rate of the gear pump. تعالوا نشوف كده، هرسم رسمه. لو انا عندي جير بامب اهو، فانا عندي تو جيرز، ادي واحده هنا وواحده ثانيه ماشي معاها من هنا. احنا متفقين ان الفلو بتاعي بيخش من هنا من الانلت، بيعدي ما بين الجيرز وما بين الكيسنج بتاعتي. طيب حلوة قوي. انا عاوز الفوليوم، لو الجيرز دي لفت لفة كاملة، عاوز الفوليوم اللي هو الفي دي اللي هيطلع لي من الاوتلت بورت ده. الفي دي عبارة عن ايه؟ قال لك والله الفي دي هي عبارة عن 2 او باي اوفر 4 دي اوتر سكوير ماينس دي انر سكوير في ال. جه منين الرول ده؟ تعالوا نبتدي نثبته مع بعض. اول حاجة خلينا متفقين ان انا الفلو بتاعي بيعدي لي من هنا بس، فانا هقول والله اه بيعدم بيعدي لي من هنا، يبقى انا هاخد الدايره دي يبقى عباره عن باي اوفر 4 دي اوتر اللي هو الاوتر بتاع السنان. هرسم هاخدها على الرسمه دي فور اكزامبل هنا، يبقى باي اوفر 4 دي اوتر اللي هو الاوتر اللي هو بتاع الكيسنج ماينس دي انر اللي هو اللي جوه سكوير باي. يبقى الفوليوم بتاعي الفي دي هو عباره عن باي اوفر 4 دي اوتر سكوير ماينس دي انر سكوير. ده كده الاريا. في الويتس بتاعي اللي هو هسميه ال فور اكزامبل. طيب هل الاريا دي كلها او الفوليوم ده كله مليان فلويد؟ لا، ده انا في عندي حته اللي هي سوليد اللي هي التيس،
وعندي حته اللي هي بيعدي فيها الفلويد، اللي يبقى عندي حته فيها التيس دي وعندي حته اللي هي فلويد، يبقى لازم اضربه او اعمل ايه؟ لازم اقسمه على 2. طيب هل انا عندي حته واحده؟ لا، ده انا عندي 2، فساعتها هضرب في 2، فهتلاقي ان الاثنين دي اتشالت مع الاثنين دي، يبقى عندي في دي ايكوال باي اوفر 4 دي اوتر سكوير ماينس دي انر سكوير في ال. يبقى انا عندي كده بالمنظر ده. رول ده جه منين؟ اللي هي باي اوفر 4، هضرب في 2 عشان عندي 2 جيرز، وهقسم على 2 عشان مش كل الحته الاريا دي كلها فلويد، ده في منها تيس اللي هي سوليد وفي منها فلويد، فهيتقسوا هيتشالوا مع بعض، يبقى عندي باي اوفر 4 دي اوتر سكوير ماينس دي سكوير في ال. ده اسمه ثيوريتيكال فوليوم، او الفوليوم او البي ديسبيسمنت فوليوم اوف ذا بامب. طب الدي اوتر ده اللي هو ايه؟ ذا اوتسايد دايمتر اوف ذا جير تيس. طب الدي انر ذا انسايد دايمتر اوف ذا جير تيس. طب ال ذا ويث اوف ذا جير تيس. ده كده اللي هو بنسميه الفوليوم اللي هيطلع من الجير بامب دي في اللفه الواحده. طيب ده كده بسميه ايه؟ قال لك والله طب احنا كنا بنقول الفلو ريت هو عباره عن فوليوم بير سكند، فانا لو جيت ضربت الفوليوم ده في اللفه الواحده دي في النمبر اوف ريفولوشن بير سكند، فساعتها بجيب حاجه اسمها كيو ثيوريتيكال اللي هو المفروض يطلع كيو ثيوريتيكال، او بنسميه الثيوريتيكال فلو ريت. يبقى انا لو ضربت الفوليوم ديسبيسمنت ده في السبيد اوف ذا بامب بقدر اجيب الثيوريتيكال فلو ريت. هل ده فعلا اللي بيطلع؟ لا، ده اللي انا بقدر احسبه، عشان كده بسميه ثيوريتيكال فلو ريت. طب اللي بيطلع ده تقدر تحسبه؟ لا ما تقدرش. ليه؟ لان نتيجه ان في كليرنس ممكن يحصل لك ما بين التو جيرز، او ممكن شويه فلويد يرجعوا في النص، او اي حاجه، فممكن يحصل ليكج اي حاجه، فساعتها في حاجه اسمها اكتوال فلو ريت. ايه الاكتوال فلو ريت؟ ده بيبقى دايما اقل من الثيوريتيكال فلو ريت. زي ما انا لو كده بصيت على الكيرف ده، ده كده اللي هو بنسميه الثيوريتيكال فلو ريت، وده اللي بنسميه الاكتوال فلو ريت. هلاقي دايما الاكتوال فلو ريت اقل. ليه؟ لان انا في نتيجه ان في ليكج، نتيجه ان في اي حاجه. ثيوريتيكال فلو ريت دي انا واخدها من الحسابات ثيوريتيكال. فعشان كده عرفنا حاجه اسمها efficiency volumetric، وهي عباره عن كيو اكتوال اوفر كيو ثيوريتيكال. اللي هيطلع فعلي اللي هو كيو اكتوال انا ما بقدرش احسبه، بس اقدر اقيسه بفلو ميتر او حاجه. على الكيو ثيوريتيكال اللي هو اللي المفروض فعلي يطلع اللي هو ثيوريتيكال فلو ريت، دي بسميها efficiency volumetric. يبقى as a result of the internal leakage it's quite obvious that the actual flow rate of the gear pump the actual ده will be less than the theoretical flow rate. The ratio of the actual flow rate اللي هو Q actual على ال Q theoretical okay and the theoretical flow rate is called volumetric efficiency of the pump which is represented by efficiency volumetric. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو الاكتوال فلو ريت، عرفنا ايه هو الثيوريتيكال فلو ريت، عرفنا ايه هو الافشنسي فولومتريك اللي المفروض يبقى عندي. طيب في عندي حاجات تانيه من الجير بومبس، انواع تانيه زي مثلا 3 لوب، حاجه بالمنظر ده، نفس فكره عمل الاكسترنال جير بومب بس بالمنظر اللي هي 3 لوب، برضو بتبقى فيه درايفنج جير و او درايف سوري درايفنج اليمنت او الكتريك الموتور بيبتدي يلفف لي واحده من اللوب دي وهي بتلف، فبيحصل سكشن من ناحيه بتوديني من ناحيه الثانيه. في عندي تو لوب برضو بالمنظر ده، في عندي دي الاكزامبل من التو لوب، برضو الفلو بتاعي بيبتدي يخش من ناحيه ويطلع لي من الناحيه الثانيه. طيب كده دي اللي احنا بنسميها external gear، يعني الماشينج حصل externally. في عندي انواع من البامب اللي هي الماشينج حصل internally، زي مثلا الكريسنت بامب. The pump consists of two rotating gears on internal gear with teeth on the outside and an external gear with the teeth on the inside. حاجة بالمنظر ده كده. هنا الماشينج حصل externally، ديزاين مختلف عن الاكسترنال جير بامب.
يبقى هنا الانر جير ببتدي الففها عن طريق الموتور. يبقى انا عندي ليه متسميه كريسنت؟ لان بيبقى فيه شكل كريسنت من جوه كده، بيبتدي ادخل الفلويد من الانلت، فبيبتدي وبلفف الانر جير دي، فالفلويد بيحصل له تراب ما بين الكريسنت ده والانر والاوتر، وبعد كده بيبتدي يطلع على الاوتلت بورت. ده برضو فيديو تاني. ده كده اللي هو الكريسنت بومب. طيب في برضو حاجه اسمها جي روتر بومب. الجي روتر بومب ار بوزيتيف ديسبليسمنت بومب، برضو نفس الكلام، بيبقى عباره عن انترنالي ماشينج. وده كده اكزامبل او من بومب حقيقيه، فيديو لاكسترنال جير بومب. يبقى انا الفلو بتاعي بيبتدي يخش من هنا من التانك، يجي لي على الانلت بورت هنا، الاويل بيترابت ما بين الجير وما بين الكيسنج، وهنا ده الشافت بتاع الدرايفنج بتاعي. فالفلويد بتاعي بيبتدي يطلع من الناحيه دي. طيب هنا برضو اكزامبل من بومب حقيقيه للجي روتر بومب. طيب ده كده الانواع دي كلها، ده الجي روتر بامب الشرح اللي احنا شرحناه. كل الانواع دي تحت مسمى ايه؟ تحت مسمى، لو انا جيت شاورت هنا كده، تحت مسمى الجير بامب. يبقى انا عندي لوب بامب، عندي اكسترنال جير بامب، عندي انترنال جير بامب، عندي جي روتر، عندي الكلام ده كله. ده طبعا تحت كله البوزيتيف ديسبيسمنت بامب اللي احنا انترست بيه في الكورس ده. النون بوزيتيف ديسبيسمنت بامب مش انترست في الكورس ده بالنسبه لنا. طيب هنخش بعد كده في ايه؟ في الفين بومب. الفين جايه من ايه؟ من او مسمى ايه؟ او بالعربي معناها ايه؟ الريشه. ده اللي احنا هنبتدي نخش